العلاج والوقاية من فقر الدم يرتبط بشكل مباشر بأنواع من الأطعمة والتغذية. الدكتورة مريم الوهلي بإذن الله ستجعلنا نجول في هذه القائمة من التغذية التي تساعد على التخلص من فقر الدم. دكتورة صباح الخير من فرنسا أنت معنا. صباح النور لجميع جمعة طيبة إن شاء الله. مرحبا. ما كاينش كيت ما كاينش أو بارلور. ألوغ كاين وي كاين كاسك تسمعيني؟ وي كنسمعك شوية غارقة في الكاسك. صوتك غارق في الكاسك. دابا مزيان؟ دابا مزيان. لا طفي. مرحبا. على بركة الله. على بركة الله. مرحبا. الوغ لالا جيهان، انيميا او فقر الدم هي فريمون واحد المشكل اللي ولا في المجتمع بزاف، يعني خصوصا المجتمع المغربي، ولو ان يعني الاستهلاك ديالنا اللحوم الحمراء لان هي اللي مرجحه انها يعني اغنى تغذيه من ناحيه الحديد، ولكن تلقاو بزاف من فئات في المجتمع عنده فقر الدم. شكون هما هذه الفئات؟ خصوصا النساء والاطفال والمتنين. دونك هادو هما المهددين بفقر الدم. هذا لا يعني ان الاخرين الفئات الاخرى يعني لا مهدداش. خاصنا ضروري من رمضان نراقبوا الهيموغلوبين وحتى لافيريتين، يعني المستوى ديال فقر الدم. على فقر الدم فيه نوعان، جوج الانواع، كاين غير نوع واحد. فقر الدم تنسميوه حنا لانيمي فيريتريد اللي عندها علاقه بالحديد، ماده الحديد لو فيغ. وكاين فقر الدم اللي عنده علاقه بالبيدوز، فيتامين بيدوز. وحنا باش نعرفوا خاصنا نديروا تحليله بيولوجيه، طبيب حاب موافقه الطبيب ديالنا هو اللي كيعطينا الوصفه، وتمشيو نديروا تحليله بيولوجيه باش نعرفوا اش من نوع، وبالتالي اشنا هو العلاج، سواء في التغذيه او حتى في المكملات الغذائيه. مثلا ناخذوش مكملات حالات الانيميا، غنعاود نقولها ونذكر خصوصا في الاول، مثلا ناخذوش مكملات ديال الحديد بدون وصفه طبيه، لانها تخرج على الامعاء، ولا هضرنا على الامعاء تنهضروا على امتصاص الحديد، وبالتالي بحال كنكبوا الماء في الرمله. خاصنا نعرفوا المستوى اللي عندنا تاع الحديد باش تكون يعني الوصفه دقيقه ومناسبه للجسم ديالنا. طيب واضح. دونك شنو هي الاغذيه؟ كاين جوج انواع تاع الاغذيه اللي كتحتوي على الحديد. كاين اللي تجي الحديد اللي تجي من الاشياء الحيوانيه، والحديد اللي تجي من الاطعمه النباتيه. دونك كاين واحد الفرق على الجهات. دابا كنشوفوا بعض الوصفات، ديري مثلا ياغورت مع العدس مطحون اكسترا، يعني ما عندك شي مشكل، لان العدس فيه واحد النسبه مهمه تاع الحديد، ولكن خاصه نفرقوا بين انواع الحديد اللي تتبغيها الجسم وبالتالي ترفع مستوى الحديد بسرعه. شناهي هي المصادر الحيوانيه؟ داكوغ. كنخطر بالاول المرتبه الاولى الكبده، الطحال، يعني الدوار اون جينيرال غنيه بالحديد، وحنا ما بقيناش نتناولوها، يعني ربما تتناولوها مره في العام يعني في العيد الكبير. طيب. كاين بعض المناطق اللي تتناولوها يعني بكثره، ولكن يعني انا تنبغي يعني ان المغرب او الثقافه ديالنا نرجعوا لها شويه، مره نتناولوا الحديد لان التمييز ديالو مناسب في المغرب. طيب خليك في الكبد، خلينا في الكبد. عفوا دكتورة مريم، لأنه ناس يعني بسيطة جدا يعني في حاجياتها اليومية وكيمشيو الكبدة ديال الدجاج، واش هي يعني تعادل الكبد ديال أو الكبدة ديال البقري ولا ديال الغنمي؟ الوغ لا تعادل من ناحيه القيمه اللي كاينه في الحديد. نعم. غير هي هذا لا يعني انها ماشي غنيه بالحديد، غنيه بالحديد، ولا كان المصدر ديال يعني هذاك الكبد جاي من الدجاج البلدي كان افضل، يعني المستوى تيكون اعلى من الدجاج الرومي. داكوغ. واللي ما عندوش امكانيات ممكن انه يكتفي زيت بهذاك الكبد ديال الدجاج، ماشي مشكل. اوكي. ومره يعني ندير اللحم الاحمر. داكوغ. لان حتى هو غني بالحديد، خاص يكون حاضر، ولا في حاله عندي انيميا خاص ضروري يكون حاضر في الوجبه ديالي. كذلك الاسماك غنيه بالحديد، خصوصا الكريباسي او لا مثلا فواكه البحر والزويت، هذو كلهم عارفين ما نقولش غنيين بالحديد. نعم. دابا ندوزو المصدر النباتي. نعم. ما عنديش مشكل فيه، غير هو خاصنا نفرقوا، لان الحديد اللي كاين تنسميو حنا الحديد الامينيك اللي كاين في المصادر الحيوانيه، والنو امينيك اللي كاين مثلا في العدس واللوبيا و حتى الخضر الخضراء الغنيه بالحديد. داكوغ. غير واش هو الفرق؟ الا بغينا نستافدوا من هذاك العدس، داكوغ، ونخرجوا منه هذاك الحديد، وبالتالي الامتصاص ديالو تيكون اسرع واكثر يعني في الجسم ديالي، خاصني نطحنو، خاصني نكفي.
ما خصناش ناكلو هكاك. علاش؟ لان هذيك لاباور او الجدار ديال العده كتحمي هذاك الحديد، وبالتالي حنا خصنا نحتاجو هذاك الحديد يتاكد، لان الحديد اللي كاين في اللوفون سي ان فير فيريك، والحديد اللي متواجد في المصادر النباتيه سي ان فير فيرو، يعني ما ناكدش، خصو يتاكد باش لاسيميلاسيون ولا الانتصاص الجسم يكون اسرع ويكون احسن وافضل. طيب دونك ملي كنتكمل العدد نحركو مزيان، ولا يستحسن انني نيكسي داكوغ، ونزيد فيه الفينيغريت ولا شويه تاع الحامض وشويه تاع سيترون. دابا غادي نتكلموا على كيفاش زعما نحسنوا من الامتصاص، لربما هذا هو المشكل اللي عند بزاف الناس، ماشي المشكل في الكميه المتناوله من ناحيه المصادر تاع الحديد، لان الحمد لله اللحوم متوفره في المغرب وكناكلوها بكثره. المشكل في الامتصاص. في الامتصاص اول حاجه غنبدا ببعض الادويه اللي نقول كتعيق الامتصاص، وبالتالي خاص الشخص يكون حذر ويمشي يراقب المستوى تاع الحديد ديالو باستمرار. هما لي زانتي اسيد او لا الادويه اللي كناخذوها للمعده. نعم مضادات الحموضه. نعم لان هذيك الحموضه اللي في المعده حنا محتاجينها باش نكرروا الامتصاص اوبتيمال، يعني الامتصاص مزيان. كاين كذلك لي زونتي انفلاماتوار مضادات الالتهاب. نعم ياخذوا هذا النوع تاع الادويه حتى هي حتى ناخذوها نشوف الراقب الحديد ديالي اذا كان خصني نمشي على الطبيب باش ياخذ مكمل غذائي يرافق هذه الادويه. كاين لي زونتي بيوتيك، وبالتالي حذر من اخذ يعني مضادات الحيويه بدون وصفه طبيه، لان الاستهلاك ديالها الاكثر كيخرج على الامعاء. ومن كنهضروا على الامعاء كنهضروا على الامتصاص، على اي ماده، امتصاص الحديد، الفيتامينات، سيلينيوم، فيتامين سي، كلشي كيدوز في هذيك الامعاء، خصوصا الامعاء الدقيقه. دونك إذا بغيت نحسن من امتصاص الحديد خاصني أول حاجة نتناول معاه فيتامين سي. فيتامين سي ماشي سواء ناخذ مكمل غذائي، فيتامين سي تتواجد مثلا قدر مزيان، مثلا درت مثلا الحيمة نقدر يعني قبل ما نشرب بها وناكلها نرش فيها قدر مزيان، من الأحسن ما يكونش طايب، لأن ملي يكون طايب كنفقدوا يعني واحد النسبة مهمة تاع الفيتامين سي. تماما. نقدر كذلك نرافق هذيك الحيمة بالبروكولي لأنه من أغنى الخضر بالفيتامين سي، وكذلك يعني الخضروات ربما يعني انت تصنفي البروكولي دكتوره مريم الوهلي في قائمه الخضروات الخضراء، يعني وهي مهمه جدا دكتوره مريم الوهلي في حالات نقص الحديد في الدم. فعلا دونك البروكولي اي حاجه خضراء، يعني حتى مثلا الخس ورا غني بالحديد، اي حاجه خضراء من غير لي زيتينار، لان عندنا واحد الفكره مغلوطه بان لي زيتينار غنيين بالحديد، لربما هما يعني اكثر يعني الخضر اللي ماشي غنيه بالحديد، هذيك راهي اشاعه. داكو دونك القزبر، بعد النوت، الكراس، البروكولي، الليشو، يعني مكون هادشي كله غني بالحديد، وكذلك غني بالفيتامين سي، يعني كنضربوا عصفورين بحجره واحده. هذا لا يعني أنا لا كلاتون، خصني نستثني مصادر حيوانية، ضروري يكون سمك، ضروري يكون لحوم، ضروري يكون مثلا كبد ولا طحال، لأن إلا كان عندي نقص في الحديد خصني ضروري نتناول هذه الأشياء. من عند الأطفال مسموح أنهم يتناولوا الكبد أو لا الدوار أون جينيرال كمية معقولة. طيب. داكوغ. نعم. ألوغ هضرنا على الفيتامين سي، ممكن مثلا إلا بغيت نلعبك باغزومبل كما قلنا نعصروا فيه الحامض. داكوغ. وكاين اللي تيقطع فيه مطيشة. ايه يقطع فيه مطيشه خضراء يعني باللي يطيب خضراء. خضراء ملي يطيب يقطع فيه مطيشه خضراء. وكاين كذلك واحد الدراسه دات على الا مثلا درنا العدس يستحسن الا بغينا مثلا هذاك الحديد اللي في العدس يتابسوربا ولا يتمتص دغيا نديروا فيه غير واحد النسبه قليله تاع البروتين الحيواني، اما حوت اما مثلا اللحم يطيب معاه. داكوغ. كذلك من امتصاص هذاك الحديد المتوفر في هذيك العدس، وكما قلت لكم ضروري نهرسوا هذاك الغشاء ديال العدسه باش نستافدوا اكثر من الحديد ديالها. تنتكلم كذلك على صحه الامعاء، صحه الامعاء تجي سورتو في البكتيريا، وحنا تكلمنا على هذا الشيء هذا، البكتيريا اللي كاينه في الامعاء ديالنا البكتيريا النافعه. نعم النافعه. دونك تنهضر على الخميره البلديه، تنهضر على الكفير، تنهضر على اللبن، تنهضر كذلك على الخضر المركضه، ضروري يكون عندي الانيميا ناكلها، لانها تتسرع كذلك من امتصاص الحديد وتحسن من هذه البكتيريا، وبالتالي الامتصاص يكون احسن وافضل. داكوغ. دونك كذلك الالياف الغذائيه، خاص
ضروري واخا لا كنت اللحم هذا لا يعني ان الامتصاص غادي يكون مزيان، خاصني نرافقوا بالياف غذائيه كثيره يعني كل شويه خضيره شليضه مريقه الى غير ذلك. نصيحه ثانيه، ما نقتلوش اللحم، ما نقتلوش بالطياب، نطيبوا بزاف اللحم، كندوروه في الكوكوت يبقى مسكين حتى تيمشي منه الجات كامل. الناس اللي عندهم انيميا يستحسن انهم من غير طبيعه الحال نساء الحوامل خاصهم يطيبوا اللحم مزيان، لان ممكن انهم يصابوا بعض الفيروسات اللي غير مستحبه لهم. ولكن الاشخاص اللي عندهم انيميا ومثلا ما حاملاش البار ضروري يطيبوا غير شويه وبالمهل داكوغ، مثلا طيبوا حتى بعافيه خفيفه ما تمشيش تنفقدوش العناصر الغذائيه خصوصا العنصر تاع الحديد. طيب يعني نصائح مهمة، ودائما كنختم دائما بالحركة وبكذلك الماء دكتورة مريم الوهلي، هادو والنعاس حتى هو يعني النوم لساعات كافية يعني في الليل، هذا مهم يعني للصحة، مهم كذلك لجريان بعض الأدوية في الدم، مهم كذلك للتغذية باش أنها تشد بلاصتها، باش أنها تصرف وتحلل مزيان في الجسم وتعطي فوائدها. لولا يعني هاد المسائل هادو أو نستثني وهاد المسائل هادو ربما يعني حتى العلاج ممكن يكون أبطأ دكتورة مريم الوهلي. والستريس أو الضغط، الواحد يعني بعد ما أمكن يصاحب الناس الزوينة الإيجابية، يصبح على فاطمة العبدي وعبد الرزاق عصامي في كل صباح، والمستمعين والمستمعات اللي كيتواصلوا معنا الزوينين واللي دائما رابطين علاقتهم بينا دائما. بعدين على المشاكل، الحياة قصيرة ولا تستحق دكتورة مريم الوهلي. كل كي حياة في فقرتك دكتورة، والحياة تأتي من هذه المعلومات اللي كتشرق في كل صبيحة في صحتي في ماكلتي دكتورة مريم الوهلي من مونبولي كنتي معنا. شكرا لك وصباحك مبروك دكتورة.